سلام بنات، كنتمنى تكونوا مزيانين بخير وعلى خير. في الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم المشتريات ديالي من دي ام. كما شفتم العنوان اول ديال دي ام، هكذا الناس اللي هنا جديدين في المانيا يتعرفوا على بعض المنتجات. اذا ما نطولش عليكم باش ما يجيش الفيديو طويل، ونبداو مع اول منتج. وغادي نوريكم هاد لي ماسك، هادو اللي كنستعمل دائما، ماشي ضروري كنستعمل هاد النوع هذا، ولكن دائما كيكونوا متوفرين عندي في الدار. هكذا الا كان ماجين عندي شي ضيف على غفله، ولا انا خارجه ومع ديش الوقت انني نعمل ماسك طبيعي، كيكونوا متوفرين عندي في الدار. وجربت بزاف بزاف ديال الانواع الصراحه، كاملين مزيانين، كاملين كيرطبوا البشره، كنصحكم بهم جربوهم. هذا الشامبوان الجاف بالنسبه للناس اللي شعرهم دغيا كيتزيد، عندهم شعر دهني، هذا مزيان حتى هما ديال الغشله، كترشوا على شعركم تخلي واحد شويه كيمتص جميع ديال الدهون اللي في الشعر، كيبان الشعر مغسول. هذا الصابون ديال الاطفال ديال البيبي، كنستعمل لبنتي وكنستعملو حتى ليلي بعض المرات ملي كيخرجوا لي الحبوب في وجهي، كنستعملو كينشف الحبوب، كيبسو مزيان غزال نصحكم به، ولكن كينشف حتى البشره. الا غادي تستعملوه خصكم ضروري تستعملو ترطبوا البشره ديالكم من بعد منه. هذا جيل دوش وشامبوان ديال الاطفال ديال الوليدات، وهذا خديته نولد خير، ريحته غزاله بزاف. وهذا ديال البنيتات، حتى هذا ريحته مزيونه، فكرني في الريحه ديال بوبالون ريحته غزاله، وتا هو جيل دوش وشامبوان. هذا جيل دوش ولا كريم دوش بالحليب والعسل، وهذا حتى هو جيل دوش بالكوكو والورد، حتى هو ريحته غزاله ومنعشه بزاف، وشفتهم بزاف ودروا عليه في الانستغرام، قلت علاش لا ما نجربهمش. هو وهذا اللي حتى هو بالليمون والورد، كنظن هذا ورد ديال الياسمين ما كنعرفش بزاف الانواع ديال الورد، المهم ان ريحته غزاله بزاف ومنعشه، وكنصحكم تجربوه. وهذا ديودوغون اللي اول مره غادي نستعمل ديودوغون ديال باليا، هذا كما كتشوفوا ما فيهش الكحول، وكيبقى 48 ساعه اكسترا دراي، ريحته غزاله بزاف وخفيفه. وهذا حتى هو ديودوغون، هذا ما فيهش الالومنيوم، وتا هو ريحته مزيونه بزاف، الريحه ديال الورد، وكيبقى 24 ساعه منعش، كتحس بواحد الانتعاش فاش كتستعمله، غزال بزاف. وكذلك اول مره غادي نستعمل شامبوان ديال باليا، اول مره غادي نجربه. هذا شامبوان كيصلح للشعر اللي متضرر بزاف ومتقصف، وهذه الكريمه ديالو لا دي ميلوغ، فيه ريحه غزاله، ريحه ديال الفانيلا واللوز. هذا شامبوان خديته من بنتي، جيل دوش وشامبوان في نفس الوقت، عجبني الطريقه ديال الاستعمال ديالو، سهله غير كتضغط. العيون صغارين دائما خصك واحد اليد كتشبر به وواحد اليد تستعمل به، فهذا جاني سهل الاستعمال. هذا معجون ديال الاسنان، كيبيض الاسنان، العجينه ديالو اللون ديالها اسود، كما كتشوفوا انه ما كتبان عليه كيبيض. اول مره غادي نستعملو، غادي نجربو. فاش كنت كنقلب عليه جبرت هذا اللي جبرتو، كان باقي منه غير واحد ثلاثه، كان بلاصتو خاويه مره، فقلت اذا عليه اقبال نجربو، علاش لا نجربو ورد عليكم. هذه البيبي كريم اللي دائما كنستعملها هي ديال غارني، التغطيه ديالها مزيونه بزاف، تغطيه خفيفه كتعطيك واحد لوك طبيعي، وفيها البرايمر، فيها المرطب، فيها الواقي ديال الشمس، مزيونه للاستعمال اليومي. هادو الاكياس ديال الزبده للساندويشات، الناس اللي كياخذوا معهم ساندويشات للخدمه او للجامعه، هادو مزيونين بزاف، تحملوا فيهم الساندويشات ديالكم، وكيجي فيهم 80 كيس كيف ما كتشوفوا. هذا الشاي الاخضر اللي كنستعمل، صراحه هذا جربته عجبني بزاف، كنت دائما كنجيب من عند المغاربه، ولكن فاش جربت هذا عجبني، هذا بزاف نقي، ما كتحتاجش تبقى تشلل وتعاود تشلل وتعاود، هذا مزيون بزاف ونقي بزاف، والمذاق ديالو حتى هو مزيون. هذا الصابون اللي كنستعمل هذا الرضيم الزاج اللي كيكون القريعه الزاج اللي في المطبخ وفي الحمام ديال الغسل ديال اليدين، هذا اقتصادي وفيه بزاف ديال الانواع اخرى وريحات اخرى مختلفه.
هادو كتستعملهم في لاشاس ديال الحمام اعزكم الله، كتحطوا وحده بالبلاستيكه ديالها بالساشي ديالها، وفي كل مره كتضغطوا على لاشاس ديالكم كيطلع منه الماء في اللون ازرق. خصكم ملي تحطوها بعدا تخليوها واحد 20 دقيقه حتى تطلق مزيان، وفوقاش ما كتضغطوا كيتنظف الحمام ديالكم، فدائما كيكون الحمام ديالكم نظيف. هادو مزيونين بزاف، كنصحكم بهم. هذا ملح البحر ديال الرجلين، كتعملوا شويه ديال الماء دافي في واحد البانيو، تحطوا مقدار ديال المعلقه ديال هذا الملح، كيعطي واحد الاسترخاء، واحد الانتعاش، واحد رائحه غزاله. وحتى الناس اللي عندهم الفطريات في الرجلين ديالهم كنصحكم بزاف بزاف به، مزيون بزاف، جربوه. هذه الرغوة ديال الزرابي، البقع اللي كيكونوا في الزرابي كترشوا عليهم شوية من هاد الرغوة وتحكوها شوية هكذا بواحد سبيو ولا بواحد شطابة، تخليو واحد 20 دقيقة حتى يمتص ديك الرغوة، ومن بعد كتجمعوا ديك الرغوة بواحد سبيغاتور، وكي هكذا كيزول لكم البقع اللي كيكونوا على الزرابي ديالكم. هادو هاد الخنيشه هادي كانوا عاملينها في التخفيضات، كان غير بأورو. هاد الخنيشه كتحطوها مع الملابس اللي جدادين، فاش كتشريو الملابس الجدادين وكتبغوا تصبنهم كتحطوا معهم هاد الخنيشه هادي، كتمتص جميع الغبره والبكتيريا اللي كتكون في الملابس اللي جديده. وهادو اللي كيتعلقوا في الاله ديال غسل الاواني، كيجيو جوج كيف ما كتشوفوا، ملي كتقضى لكم وحده كتعمروا اخرى في بلاصتها. وطريقه الاستعمال ديالهم هي كما كتشوفوها هنايا موضحه هنا في الصور، كتحيدوا لهم ديك الغلاف اللي تما وكتعلقوها في الماكينه ديالكم، دائما كتبقى تعطي واحد الريحه مزيونه وخفيفه، وكاينه فيها حتى الريحه ديال الليمون. هادو المناديل اللي ديال التنظيف، هادو كينظفوا في نفس الوقت كيعقموا كما كتشوفوا 99.99، مزيونين بزاف، خصوصا الناس اللي عندهم وليدات صغارين فوت ما غتشريو المناديل العاديه، خذوا هادو مزيونين كينظفوا وعقموا في نفس الوقت، وكيجي فيهم 40 منديل. هذا الصابون اللي كنستعمل انا لغسل الاواني، هذا مزيون بزاف، فيه لالو فيغا وفيه بلسم، كيخلي اليدين رطبين ما كينشفش اليدين. وكنستعمل واحد اخر حتى هو نفس النوع وهو ترونسبارون، حتى هو مزيون بزاف وكيراغوي بزاف. وهذا المعقم ديال الملابس، كيعقم الملابس ديال الكبار وحتى ديال الصغار، انا كنجبد وبنتي كتجبد. هذا كما كتشوفوا 99%، مزيون بزاف، كتحطوهم في الاله ديال غسل الملابس وكيعقم الملابس، هذا مزيون بزاف، كاين حتى فروسمان. وبنتي اصرت انها تعي توري لكم الصابون ديالها. هذا الصابون اللي كنستعمل الملابس ديال بنتي، الصابون ديال الاله ديال الغسيل، دائما الناس كيسقسيو على الصابون ديال الاطفال وديال الماكينه، فهو هذا الصابون اللي كنستعمل انا لبنتي، ما فيهش شي البارفان، ما فيهش شي المواد الملونه، مزيون بزاف الملابس وكيخلي الملابس رطبه. هذا اللي كنستعمل للحمام اعزكم الله، هذا فيه ريحه ديال البرتقال، وحتى هو منظف ومعقم كما كتشوفوا 99.9%. هذا مزيون بزاف، كنت كنستعمل قبل واحد دينك ميت اللون ديالو زرق، حتى هو كان كينظف مزيان ولكن ريحته كانت قويه قويه بزاف، واستبدلته بهذا. وهذا اللي كنستعمل اللي كنمسح به الارضيات، هذا كينظف جميع انواع ديال الارضيات اللي بلامينات واللي بالثلج، ريحته خفيفه بزاف كما كتشوفوا بيوزان، ريحته مزيونه وكيخلي الارضيات كيلمعوا. لغسل الاواني كنستعمل زومات، هذا كنت كنستعمل زومات 10، ومؤخرا شفت واحد البرنامج عملوا واحد تيست على الانواع ديال هاد ديال بزاف ديال الانواع ديال المنتجات، عملوا زومات، عملوا فينيش، عملوا بزاف، عملوا ديال الدي حتى هو، ودا احسن واحد هو هذا زومات رقم 12، وكان دا الدي هو رقم ديال الدي رقم 2. هادو مزيونين بزاف بزاف، كنصحكم بهم. هادو كيتحطوا في السطل ديال الأزبال اعزكم الله، كيطلق واحد الريحه غزاله ديال البرتقال مع الليمون، كتحيدوا له هاد الغلاف هذا باش كيلصق، تما كاين اللصق كتلصقوا منه، وهاد الغلاف هذا كتحيدوه باش كيبقى يطلق ديك الريحه ديال البرتقال والليمون.
ففوقاش ما كترفعوا تعليو الغطاء ديال السطل اولا كتفتحوا الباب ديال البلاكار الا كان عندكم بلاكار كتطلع ديك الريحه مزيونه ديال البرتقال والليمون. هذا الصابون اللي كنستعمل الاواني ديال بنتي والبيبي روز ديالها كما كتشوفوا هنا ما فيهش ديك العلامه اللي كتكون ديال التحضير لان هذا خفيف بزاف وكيتحل بسرعه، هذا مزيون للاواني. هذا واحد الاختراع مزيون اللي عجبني كيمسح الارضيات غزالين غزالين. هاد العلبه هذه كيجيو فيها 12 ديال المناديل مفزقين بالرائحه ديال الليمون، والعلبه كتعمل شي 2 اورو فاصلة ما عقلتش بالضبط، والعلبه الثانيه كيجيو فيها 8 ديال المناديل ناشفين وكيجي فيها هذيك الشطابه ديالو لهاد الليمون. هذه كتعملوا المنديل في هاد العيبات هادو باش كتثبتوه، باش كيتثبت المنديل ما يزولكم شي، واليد كتركبوه من هاد البوطونات هادو، سهل دغيا كيتركب وكيجمع لكم جميع الاشياء اللي لاصقه في الارض، الغبره والشعر وكل شيء كيتجمع غزال غزال. هادو بيكربونات الصودا اللي كانوا ديجا عندي، هادو ما اخر حاجه. بزاف ديال الناس اللي شفتهم كيسقسيو على بيكربونات الصودا، فبغيت نقول لكم هما هادو بيكربونات الصودا كيكونوا حتى هما مع المواد ديال التنظيف. فاذا هذا هو كل شيء، هكذا نكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم ونكون فدتكم ولو بالقليل قليل وتكونوا تعرفتوا ولو على منتج واحد. اذا شكرا بزاف، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتخليوا لي التعليقات ديالكم واللايكات ديالكم. مع السلامه.